كل العالم بيبطل فيه حروب وهيك. اسمنا غندور، حب السلام. فمرة لا عن جد انا مع السلام. لا انا مع السلام. شو بتجرين هالبنت؟ انا مع العلم. انا الاول. انا مع الباذنجان اللي دقته هلا كثير طيب. كثير كثير طيب مع الجوتشيزكم. على كل حال رح نروح لعندكم نرجع نكفي الطبخات الطيبه مع الشيف حسين. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. قبل شوي حكينا عن عجينه البيتزا، وهلا بدي افرجيكم بدنا نعمل صوص البيتزا قدامكم طازه. رح تكون، خليني اجيب الصوص من هون. هيدي البندوره طماط بيلد، بنحط لها حبق طازه. الحبق بيعطيها نكهه كثير طيبه. اوريجانو كمان رشه صغيره. ملح. واهم شيء بقلب اهم شيء تحطوا شو؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون بيعطي نكهة شيء كتير رائع. هذا زيت الزيتون. هلا أنا حطيتهم، حاطحنهم، في اطحن البندورة بالأول، برجع بحط كل شيء بدي أحطه فوقه وبرجع بخلطها على جديد. أنا هيك بعملها تطلع خالصة كلها سوا معي، بتنطحن كلها سوا. هلا بدنا نطحنها لحتى تفوت المواد ببعضها وتنعم البندورة. إذا بتلاحظوا اللون تعولها عم يفتح شوي صغيرة، اللون فتح كرمال سبب واحد هلا بنحكي عنه. أوكي أوكي، اللون فتح، صار لون البندورة فاتح شوي صغيرة بسبب واحد، إنه حطيت الزيت وخلطته وخفقته كله سوا مع بعضه، طحنته مع بعضه. هذا السبب، صار اللون فاتح شوي صغير. نحن فينا نعمل شغله، نطحنها بالاول لحالها كلها سوا، بعدين نحط الزيت والحبق واي شيء بدنا اياه، بضل لونها احمر طازه. انا عملتها هيك كرمال اسرع لإلي بالحلقه بس. اوكي، هيدي الصوص عنا جاهزه. هيدي هلا شو شايف؟ الرويق. انا كثير بحب الريحان والحبق. الحبق ريحته كثير طيبه وطعمته بال لك هول الصوص بيقدوا لبيتزا وحده معاه؟ انا حط اليوم على بيتزا وحده. هيدي العجين، هاي العجينه اللي عملناها قبل شوي. هلا لك يا حسين، اجت البلوي. سوري، اجت شو قلت؟ اجا مين؟ البلوي اجا، يعني اجا جوزيف. ايه، وشو قلت قبل؟ الصوص بيتزا وحده، بس بيتزا وحده مترين ونص. برافو باي. مترين ونص، مترين و30 سم لعلي. حصتك محفوظه. اوكي، هيدي العجينة مهضومة معها. رولا سلمت عينا، رولا زاد كثير. اوكي، هيدي العجينة، هي الطريقة. ليه ما شفناك فتحتها على ايدك يا حسين؟ هلا بنفتح وحدة ثانية. كنا منتهيين نحن ورولا. هلا رولا دائما عم تلهينا. رولا اوكي، يلا برافو. هلا بنفتح بعد شوي وحدة وبنعمل شو صغير فيها كمان لحتى كمان فيك تعمل هذا الموضوع. اوكي، هيدي العجينة فتحناها. اهم شيء قد ما فينا نرققها ونعملها رقيقة للعجينة، بتطلع اطيب وبتطلع محمصة كثير، بتطلع اطيب بكثير. هذا بالنسبه للعجين. هيدي اول وحده، خلينا نطبقها. طيب اذا كانوا المشاهدين، عندي سؤال صغير. طيب انت كفي كفي كفي. اوكي، انا سؤال، اذا كانوا المشاهدين ما بيعرفوا يمدوها على ايدهم، فينا نستعمل الشوبك؟ الشوبك عادي. هلا بنفرجين وحده يمكن بالشوبك شوي. أوكي. صغيره. اوكي اوكي، وبنرجع بنفرجين وحده على الايد. اوكي، ونرجع بنفرجين وحده بالشوبك. اوكي اوكي، هيدي العجينه اللي كان. هلا اول شيء الصوص. اول شيء الصوص، هي الطريقه الايطاليه المضبوطه 100%. العجين حطينا بقلبها ملح، هلا بنحكي عن الريسبي تاعولا. اول شيء بنحط الصوص فوق العجين، بعدين الجبنه، وبعدين اي شيء بدنا نحطه بنحطه فوق منها بنرجع. وليش ما بحط الجبنه فوق الشامبينيون والزيتون؟ تبع انا عم بطرح عليك اسئله عم تفاجئ، بس انه رح توصل هيدي، لانه كلهم شو بيعملوا بالبيت؟ بيجوا بيحطوا الخضره اول شيء، بعدين شو بيعملوا؟ بيجوا بيحطوا بعدين الجبنه من فوق. بالبيوت بيعملوا هيك شب، بس نعم. الافضل انا بفضل، عارف كيف؟ نعم. لانه هي الطريقه الصحيحه كمان. نعم. اول شيء عم تحط شامبينيون او جامبون او اي شيء عم بتحطه عليها. نعم. عارف كيف؟ على عم ببين كل شيء عليها من فوق، منظر حلو مثل فليفلي مثلا. غير هيك انه الجبنه بتعلق المواد على العجين. صح مزبوط، وبتعشق الصوص مع بعض، بصير شقفه وحده كلها سوا. رح اجيب لك شوبك انا. اوكي اوكي، هيدي وحده. وكمان نصيحة كتير حلوة وصغيرة،
خلينا نجيب جبنة البارميزون اللي مبروشة عنا. اوكي على محله سرقة يعني. رشة صغيرة هيك، رشة صغيرة هيك بتعطي نكهة كثير طيبة بقلبها، ما لنا أساسية فيها بس بتعطي نكهة كثير طيبة. وأنا دائما بقول ما تقولوا لحدا كونه ما حدا عم يحضرنا يعني. فينا نخبرها. اوكي هيدي مثلا بيتزا، فينا نحط زيتون، فينا نحط فطر. اوكي اوكي هلا نقطعها. رح نجيب شغلة. يعني قصدك تحط عليها انت شامبينيون او شامبينيون؟ طيب زيتون، فينا اي شيء بالبيت، المدام مثلا بالبيت اي شيء بتحب تحط على البيتزا فيها تحط. اوكي جامبون، شامبينيون، مرتديلا، ثوم، خضره، شو ما بيخطر ببالها فيها تحط على البيتزا. طيب ليك هيدي، هيدي الصوص اللي الشيف شادي عملها هون الاطيب صوص بالعالم، صوص الفليفله. إيه لا بس انه كما بدي اسمع حدا بس. هيدي صوص الفليفله، فينا حتى مثلا تقول اللي عنده صوص ببيته معموله مطعمه بالفليفله او مطعمه بالبروكولي او شيء، فينا نحطوها محل صوص الطماط. بتطلع كثير طيبه، بس انا اليوم شف انا حطيتها إيه؟ قدامي قصدا بدي اخترع فيها شغله كثير طيبه، كثير طيبه. في حدا غيري بيخترع؟ بتطلع بتطلع كثير طيبه. واو واو واو. طيب هلا اللي هي شو هي؟ اللي هي بيتزا بس مش على العجين، على الـ على الـ باذنجان. شفت عرفت؟ هيدي فليفله ثلاث الوان، حمراء، صفراء، خضراء. اوكي. اوكي. هاي الالوان بفوتوا ببعضهم بصيروا، بصير يعني منظر بيتزا حلو انه الالوان فاتت ببعضها كلها سوا. هلا صار في عنا بالبيتزريات اوكي بلبنان بيقولوا انه بيتزا لبنانيه. بيتزا لبنانية مع هيك بيقولوا اللبنانيز بيتزا، وبيسموها اللي هي اللي فيها الجمبون والشامبينيون اللي كثير بيحبوها بلبنان والزيتون. مزبوط صح. اوكي هيدي كثير معروفة بالبيوت. أوكي. بحبوها كثير وبيعملوها كل النسوان بالبيوت، يعني بيعملوا هي بحطوا جمبون، بحطوا مرتديل، شامبينيون. هيدي هي أكثر شيء بتنعمل بالبيت يعني. فنحن بس عم نفرش الطريقة العجين كيف، هلا بنعلمكم العجينة كيف تنعمل. بس بدنا نفتح هلا بعد شوي صغيرة وحي ثاني اوكي قدامهم، بس انه نفتح العجينه قدامهم ان كان بالشوبك او ان كان على الايد. اوكي هون جاهزه هلا صارت؟ هيدي جاهزه. حط لك اياها بالفرن. اوكي الحراره شو بتكون الحراره؟ الحراره لازم تكون 180 180 درجه. ما بدها وقت وقت. اوكي هذا 180 يلا. اوكي هلا بنفتح وحده على الشوبك. يا وبنفتح وحده على الايد، شو رايك؟ اوكي بس تيرجعوا بس يشوفوا المشاهدين. شو صار؟ والنصيحه وين؟ اوكي النصيحة وين؟ قل لي النصيحة. لازم تكون العجينة رقيقة، كل ما رققناها كل ما طلعت كريسبي أكثر ومحمصة أكثر. إيه بس بتوضح كمان للمشاهدين إنه هاي الطريقة اللي بتنعمل بالأفران تبع البيتزا المضبوطين، يعني بتنحط العجينة على وين؟ شبكة كنا شايف عندك؟ إيه العجينة بتنحط على الحجر، يعني بالفرن البيتزا المضبوط بيكون الفرن مثل طبعا المناقيش يعني، بس بيكون أكيد أحدث. نحن هون عم نعملها بالصينية بالفرن هذا، بس بالعادة بالمطاعم كلها سوا. أوكي. الفرن بيكون أو على الحطب أو على الغاز، إذا على الحطب بيعطي طعم كثير طيب. وبتنحط وين؟ على الحجر، على أرض الفرن، هو عبارة عن حجر بيبقى حامي كثير، سخن كثير. بتحط العجينة دغري بتقب العجينة. أنا مرة كنت بسيسلي بصقلية، بتعرف البيتزا قديش بتضلها بالفرن؟ أنا أسرع بيتزا شفتها بحياتي 36 ثانية كانت طالعة البيتزا بالفرن. كنت أبدا 420 درجة كان الفرن. بتفوت البيتزا بتشوف النار بتعمل هيك بتقب قبة صغيرة، الغراض كلها مستوية، الجبنة دايما بتطلع لبرا. شغلة كمان كثير حلوة، الفرن لازم يكون كثير حامي كثير الفرن، دغري بتطلع البيتزا معي. هيدي رقيناها على الشوبك. أوكي كمان بنعمل نفس الطريقة فيها. أوكي كمان خلينا نفرجي إنه نفتح وحدة على إيدنا، بس هلا بعد ما فهمنا شغله، ما فهمنا بعد العجينه، بدك تحضر العجينه بعدين. العجينه هلا بعد شوي بنعملها قدامهم. اوكي عم قلت قبل شوي طريقتها كيف وهيك. يعني لا, 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 لا 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 انا بدي اتعلمها. يلا هيدي على معلك يلا. مش ما انا ما بدي انا شايفين كيف انت بتعملها. اوكي يلا بس هلا حتضيعها. يلا انا ضايع. اوكي هيدي العجينه. اوكي شوي بايدنا ضربه صغيره، نرجع ننفضها شوي هيك من الطحين. طيب روح على الطحين موسخ الدنيا. اوكي صح كرمال ما. اوكي اوكي صارت هيك. طيب ليك شو بدي اقول لك، قد ايه وقت، برافو عليك، قد ايه وقت العجينه لازم تخمر اقل شيء؟ هيدي العجينه قديش عمر الخميره تبعيتها هلا؟ هيدي صار لك خمران، خليت جيبك. برافو عليك برافو عليك احسن. برافو عليك. هذا الطحين بيشوي. اوكي طلعوا كيف بس انه بطريقه. اوكي بس هيدي اكيد ما تعملوها بالبيت بس انه يعني. اوكي مهم هيدي مش الفكره، هلا انت فرجتنا شغله، بس هي الفكره انه بده يشتغلوا فيها بايدهم بهالطريقه. أوكي. وصارت انها مبرومه، بنجي بنحط عليها صوص الطماطم العادي 100%. اوكي هيدا العجينه. انا خليني اشوف هلا الفرن. هلا
واو هيدي بلشت. هيدي 180 على القد. باذنجان؟ ايه هات لنطبق او هات لنطبق هيدي. لك هلا خلصنا موضوع البيتزا. اوكي. عرفنا كيف تنعمل البيتزا، بس ما عرفنا بعد العجينة بعد. العجينة هلا بعد هلا بعد شوي صغيرة بنعجن العجينة بعد. نعمل العجينة وبنظبطها. دك. أو مركبها هلا وبتطلع بنطلع شو رأيك؟ بتطلع خالصة. يلا ركب العجينة روح. اوكي. هيدا الطحين. بالنسبة للعجينة ما بنحط فيها شيء إلا طحين. طحين، ملح، سكر، خميرة، زيت، زيتون. وزبدة. لا شيف طيب لا شيف هيدي حليب بودرة هيدي شيف هيدي العجينة الإيطالية 100% مزبوطة بيض هلا بالبيض فينا نزيد بيض فينا نزيد حليب فينا نزيد سكر زبدة فينا نزيد بدنا إياه بالبيض بس الأصول هيدي هي الأصول بالنسبة لمقادير العجينة هلا بعد شوي بتشوفون على الشاشة وبرجع بقول لكم اياهم بس خلينا نركبها دغري على العجينة لك حتى تخلص معنا لكن أنا كثير بقول إنه ما لازم حتى مرات كثير بقول حتى لو ما عندنا مقادير فينا نعملها اكيد فينا نعمل عجينه حتى بلا مقادير بس منقدرها ب برسمه شوي صغيره وبين الملح والسكر هيدي هي هلا لكل كيلو من الطحين انا بحط له شي ملعقه صغيره من الخميره مزبوط كيلو طحين بنحط له جرام خميره اذا بدنا نعملها يعني بيطلع ملعقه صغيره صح بس بنشتغل فيها يعني اذا بنتركها ترتاح منيح بكون بنشتغل فيها احسن بكون بدنا نشتغل فيها دغري العجينه بنزد لها شوي صغيره الخميره قصدك اذا ما نخمرها بسرعه بنزد لها شوية خميرة بنزد لها خميرة شوية تخمر دغري صح اوكي هاي العجينة عم تنعجن هون اذا لاحظتوا ما حطيت زيت بعد الزيت بس تنعجن وتصير عجينة منيحة اخر شيء بحط زيت الزيتون بقلبها زيت الزيتون بيعشق العجينة بيعطي نكهة كثير طيبة وبيعطيها كريسبي بالخبز كمان بتطلع محمصة كثير وكثير كريسبي فكرة كثير حلوة كثير حلوة انا بحط الزيت بالاول جربها اوكي جرب الزيت بالاخر بس انعجن يعني اخر بس عجينه تصير عجينه و100% تمام أوكي. حط زيت الزيتون خليها تنعجن معه احسن اخر شيء جربها وشوف بتلاقي العجينه أوكي. بالفرن بتطلع كريسبي كثير كثير طيب كيف كيف هيك رولا ناطرتنا رولا هلا اوكي هذه بالنسبه للعجينه واو هلا جاهزة؟ لا بدها بعد بدها بعد كل ما بتنعجن العجينة بالعجانة اوكي كل ما انعجنت كل ما اخذت وقت اكثر شفتوا كمان حسين بس انا تقول شغلة بس شفتوا حسين حتى انه اذا حط طحين وبعدين حط مي فينا نرجع نحط طحين فينا اذا لقينا انه كمية المي بس وقف انه تصير ما تلزق على ايدنا بتكون جاهزة 100% اوكي وريحة البيتزا بلشت تطلع يا سلام يلا هلا خلينا بهالوقت نعمل كم وحدة باذنجان هاي الصوص يلا هيدي هون اوكي لك بس كيف شويه الباذنجانات؟ فرجيناهم للمشاهدين قبل شوي كيف سويناها اوكي للباذنجان ولفينا للسلطه كمان اوكي هلا بنفرجيهم كمان كيف هلا بنفرجيهم كمان كيف بنشوي كمان كم حبه اوكي اوكي هلا شو صار؟ هيدي الصوص هذا الباذنجان اللي نحن سويناه قبل شوي فرجيني يا سلام يعني بدها بس دقيقة بس خليها شوي صغيرة بس ترجعوا المشاهدين لأنه احنا ما يطلع صوت بعد في دقيقة ما نطلع نحن اوكي ماشي يلا هيدي الباذنجان حسين بدنا نحط صوص حسين شو شاف حسين هيدي كيف بيعملوها هيدي كمان علمنا المشاهدين كيف بيعملوها بدنا نعملها شي وحدة بعد شوي ايه اوكي فينا نعمل وحدة بعد شوي شاف هيدي صوص الفليفلة اللي أنت عملتها اوكي صوص الفليفلة اللي أنا عملتها قبل شوي صغيرة صح هيدي باذنجان المشوي اوكي بنحط عليها هي الصوص الفليفله اللي فيها طعمه الفليفله كثير طيبه هيدا انا عملتها اللي انت عملتها شيف حسين هيدي انا عملتها شيف بس هلا انا عم بعملها هيدي انا عملتها شو يا رولا راحت رولا خلص اوكي بنحط عليها صوص اوكي هون عم تعمل لي هلا مثل كانه عجينه البيتزا ما زي ما انت تستعمل عجينه البيتزا استعملت الباذنجان الباذنجان صح اوكي يعني واحد فيها شويه بهالطريقه مزبوط بنحط موتزاريلا نطلع بريك تايم اوت هلا يلا يلا بريك. اوكي نطلع بريك بريك بنرجع بنكفي اوكي بنشوفكم When I lay my head down Please أنا اسمي عماد الصالح بدي السلام
سلام. When I lay my head down. أنا ألكسندر كمان جبل أبي. وأنا كمان اخترت السلام والبيتزا ورشة ملح. لا حسين انا ما لي خصه هلا شو عم تعمل بهي؟ انا ماشي عم بلعب فوق راسي؟ ايه اوكي. طيب يا حسين تفضلي. نحن سوا اليوم اكيد، وانت انسان عظيم وشاف اسم الله عليك، يعني لا واضح، ونحن منقدرك ومنقدر شغلك. يعني وين صرنا؟ يعني انا شفت انه ما عم تاكلي الباذنجان، ما خليتي لي شيء. هذا لا بعد الصحن هونيك، بس انا فرمت غير شيء. يعني اوكي، الباذنجانات اللي على جنب. ايوه بس شو صوص؟ انه شو جبنه اللي بقلبها الجو تشيز مخيفه؟ الجو تشيز مع زيت الزيتون كثير بتلبق الباذنجان. طيب. العجينه كنا عم نعملها وقفناها تنكفيها قدام المشاهدين، من تمام شوي صغيره. هلا بنحط الزيت. نحط الزيت صغيره. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل سله البارميزون اللي عملناها قبل شوي، يمكن في مشاهدين هلا انضموا لينا جديد ما شافونا كيف عم نعملها، اللي هي هاي السله. تمام روعه كثير طيبه. هذا البارميزون نحطه هون، نحطها بالفرن لحتى شو؟ لحتى تسوح الجبنه وتاخذ لون اشقر يصير، بنقلبها على كاسه يصير معنا كمان. وهلا شو بدنا نسوي؟ بدنا عملتي لي البيتزا هون؟ ايه حبيت لك الصوص. ايه حطي الجبنه، حطي تركي، حطي الجبنه، حطي التركي، حطي الحبش. على فكره هو ما عاده ما بيشغلني الشيف شادي. لا انا بدي شغلك معي اليوم، انا بدي شغلك معي اليوم. هيدي بنحطها بالفرن. حطيها حطيها بالفرن. تفضلي حطيها بالفرن. تفضلي حطي حطي الموتزاريلا على البيتزا وهودي بالفرن. هيدي العجينه. اطلبوا شيء بعد. امسك هيدي العجينه عملناها. طلع مشي ما تاكل البيتزا. تمزح تعكا ولا بالزيت مزبوط ما تفلي الفرن انت ما ياخذ البيتزا معه. بالنسبة لتقريص العجين كمان بنقصها بولات صغار، يعني حسب حجم الصحن اللي نحن بدنا. والمقادير على الشاشة طلعوا؟ المقادير هلا طلعوا على الشاشة معنا. يلا عم نطلعوا هلا بعد شوي كمان مقادير. هيدي اوكي، هيدي انت قول بس المقادير وشو بيطلعوا على الشاشة. دغري بيطلعوا لحالهم. اوكي لا علي عملها عملها شوي. طير طيران. انا وياك انا وياك انا هيك هون. طلع كيف علم لي بدنا نعمل هالبوليت الحلوين. شفت كيف هلا اعملهم بسرعه؟ طلع شو هالبوليت. اوكي ملي وحده. يلا ملي وحده. اوكي طيب انت برايك يا حسين سؤال يا حسين سؤال. نعم. انت حطيت شو اسمه، حطيت عم تعملت بوليت، ليش عملت بوليت؟ ليه بتعمل بول وليش هودي عملتون؟ سوري بس شو بعملها بول كرمال. نعم يا حسب حجم الصينيه اللي عندي انا كبيره ايه؟ صغيره هيك. خلينا نبلش بالسلطة. اوكي رولا تعال عندي. اوكي دقات رولا تعال عندي يا رولا. بليز بليز قربي يا رولا عم تطلع على البيتزا. تعي قربي ضيعناكي. قربي قربي فرجيكي قربي قربي ضيعناكي. ايه شوفي 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 هيدي العجينه. وهلا شو عم تعمل يا حسين انت عندك؟ هلا بدي بلش بالسلطة. اوكي بدي اعمل السلطة. هلا جيني بحطها على جنب. هلا سلطة خلص بقى تمام. بهيدا الصحن اكثر جبنه. اوكي عنا بندوره حمراء وبندوره خضراء. البندوره الحمراء، البندوره الخضراء مش يعني مش مستويه، لا مستويه وطيبه وبتجنن، بس لونها بيجي اخضر وبتطلع كثير طيبه. هلا بتشوفوا كيف هيدي سلايسات بندوره. عنا واحد اثنين ثلاثه. اوكي بناخذ الصغيرة احلى. هذا حبش. حبش عم نعملها مع الحبش. معك يا حسين؟ الحبش فينا نحط معه ماسكربوني. اوكي مش عم نسمع يا حسين، مش عم نسمع. الحبش فينا نحط معه ماسكربوني بتطلع كثير طيبة إذا بدنا. قصدك إنه مع الحبش بنحط جبنة الماسكربوني على البيتزا؟ ماسكربوني على البيتزا بتطلع فكرة كثير حلوة وكثير طيبة. حطي هيك خلاص طلع كيف. هلا البندورة بنحط الباذنجان اللي حشيناه هيك. هلا بنحط سلة البارميزون اللي عملناها كمان. هلا عم نعمل هون حسين. هلا هون شو شوفي عنا بالفرن؟ عنا الباذنجانات اللي عليهم الصوص الفلافي الحلوه. أوكي. مع كمان مع الجبنه. أوكي. عنا البيتزا وعنا كمان البارميزان. مظبوط البارميزان يعني. بدها وقت لحتى تدور. ايه انا طيب مش كلير. اوكي هيدي حط جبنه من فوق. حط انا من تحت حط انا من فوق بتدوب هيك من تحت. بس ليك روح روح شوف حسين شو عم يعمل. شوف حسين شو عم يعمل. تعي شوف فيرولا هيدي السلطه. شوف حسين شو عم يعمل. روح روح شوف حسين نعمل
شو انا بعرف خايفين كده حط لها شيء يا الهي بس اوكي روكا اوكي حطهم مع بعضهم هيدي صحيه كثير بالنسبه لهي السلطه ما حاحط عليها صوص لا حامض ولا خل ولا بلسمك ولا اي شيء شو بدي احط عليها بس زيت زيتون بالعناق انا شو بدي احط شو قال ما بدي احط عليها ما بدي احط عليها حبيت اوكي بنحط رنش حبق سوري طب ما خصك هذا صح هي هيدا لك هيدا لك اوكي بس زيت زيتون يا ماما محل ما يسري يمري بتعرفي يمري فينا نحط رمان حب رمان هون كثير طيب بيطلع معه والله ايه ما مش غلط انا مع كل الاحتمالات المهم تذوقي المهم نذوق وتصور بتحكي هيدي السلاد فينا نحطها على جنب الله يخليك على جنب بطني يعني لا هلا خليني شوفوها بالاول ها عليك الشيف شادي ها ماشي شفتوها لانه ما بقى تشوفوها اخر مره حتشوفوا هيك شيء اوكي هلا بدنا نشوف الفرن شو صار معنا بالفرن اوكي انتي خدي السلاد خلص رح خدي السلاد ما عندي مشكله خدي السلاد بدي اقسم ولا بدك تقنى اليوم لك اي تقسيم ليك شوف الوضع عندنا هون بدنا نعمل اول شيء لك البيتزا كيف جاهزه شو حسين كيف الوضع يعني بدها يا شوي صغير يلا ها الحراره شوي صغيره اوكي وهيدا هون هيديك الجبنه بس تسوح بنقلبها بنعملها yeah. بس 100% هلا هون هلا اذا في عندنا بدي اياك تقدم بس هول رح اعطيك اياهم انا هول الصواني وتقدمهم معاها تفضل رولا ايه انا تفضلي لهون تفضل تفضلي لهون هلا بس رح اقدمهم بصحن كمان كثير حلو yeah. وهيدي البيتزا كمان دخلت هلا صحيح هي ما رح تجهز يا رولا ويا حسين بس حدا رح ياخذها معه على البيت ما رح نقول مين ها ما في مشكله ما بنختلف نحن ما بنختلف ابدا ما بنختلف اوكي بتعرفي شو في هودي؟ بتعرفي الوضع السياسي بالبلد مش منيح عزة من زمان وغير اوكي الوضع السلام وضع السلام شغله صعبه صعب بس نحن بدنا السلام بس نحن بدنا السلام نحن بدنا انا بقول وانت قولي وراي نحن بدنا أوكي. السلام نحن بدنا نتعلم نحن بدنا نتعلم ممنوع انسان يكون بلا مدرسه بلا علم بلا اكل ممنوع انسان ما يقول انا بدي اطلع الاول بالمدرسه مزبوط ممنوع انسان ما يستعمل عقله والحضاره اللي احنا فيها طب خلص حتفل مش عارف بعد كيف هيك حرام عجب فيك تقول شيف كمان ممنوع ناكل نحن عم نشتغل اوكي مزبوط اوكي وكمان بتعرفي انه اهم شيء كمان بالسلام هو الاكل صح لانه نحن بنجتمع برافو عليك نهار الجمعه عاملين حلقه الفود فور بيس او الغذاء من اجل السلام انا معك بتطوش وان شاء الله يا رب انت ما تكوني الا معي يا رب أنا. اوكي بس انا بحطك بالجو اوكي هلا هون انا بدوب بلشنا نطلع ايه اوكي هلا شو بدي بس بدنا نعطي افكار هون اذا ضل عندك باذنجاني اوكي اذا عندك باذنجاني بس هلا هون اعطيه فكره كيف فيك تحط عليها من فوق الروكا والبارميزون اوكي فهمت علي كيف يعني نحن بالعاده بنحط بريزاولا او بنحط روكا بس اعطيهم فكره للمشاهدين رح اعطيك انا صحنين فينا هيك اعطيك صحنين اعطيهم فكره حلوه كثير لوين هدول لرولا كمان؟ هودي لا اكيد مش لرولا لا يلا اوكي تفضل هون اعملهم اوكي وانا عندي البيتزا هلا جاهزه هيدي الباذنجاني وهيدي وحده ثانيه هلا انا حطيت مع بس زيتون فينا نحط فطر فينا نحط فليفلي فينا نحط اللي بدنا اياه بيتزا كانه عم بعمل بيتزا بس بدل العجين شو؟ باذنجان يا عيني عليكي اوكي هون فينا نحط روكا حسين خد لفت لك اياها بالحبش واو برافو واو واو هيدي فكره كثير حلوه لا اي فكره كثير حلوه هيدي فكره لالي انا هيدي انا كثير بحب انكم تتنافسوا وكل واحد يعطي افكار اكثر يعني ايوه لانه انا هون انت شو انا اخرتها يعني بحب لبيكم طلباتكم ودوق ابدا ابدا اوكي بارميزون هلا اذا سلايس بارميزون بيطلع كمان شكل فكره رائعه هيدي هيدي كثير طيبه بتطلع البارميزون نكهته كثير طيبه وكثير حلوه اوكي هودي كمان حط الشفشادي شكلهم حط معهم تركي تركي اللي هو الحبش اوكي هون فينا نروح
لعندك كمان كمان بس نشوف كلهم هودي كلهم لإلك هودي كلهم لإلك رح نحطهم لك واحد هون هيك معك ورح نحط واحد هون فوق الصوص بهالطريقه هيك وهلا الفرن كله لإلك يا انا ما بقى اقدر شيء لا بقى اشتغل شيء لا بقى اعمل شيء لانه هلا اجت البيتزا تبعيتي اجت البيتزا تبعيتي اوكي اجت البيتزا تبعيتي لك لك يا حسين جو يو واحد اثنين يلا ممكن شف ممكن شف بالبيت اوكي اوكي عمل عملك شوي بتعرف شو رح نعمل بس رح نعمل شغله هلا لانه انت يا حسين منك بعد ضليع هون بالموضوع ليك الضلاعه ما اجملها ضلاعه الضلاعه هون ما اجملها بهالطريقه هيك اضلع اوكي فيني هلا انا هون اوكي هي طلع كيف فيني فوت بالموضوع كله سوا فيني فوت هيك طلع كيف يا سلام على الجميل طلع كيف بيتزا كيف طلع طلع على البيتزا كيف لكن بتذكر انا بس كنت انقل عن رفقاتي انا وصغير كانوا يعملوا هيك بس هيك بتذكره اوكي طلع يا حسين كيف وضع عندك ناطرين بس البارميزون كيف وضع البارميزون بدها خليك هونيك دقيقه واحده وبتطلع خالصه معنا طلع هون كيف وهيدي شرائح البيتزا بطريقه كمان كثير حلوه واحد وهيدي هون اثنين شو روعه بيتزا متضايق هلا حسين متضايق هلا لا لا اخذ خدني له بيتزا تبعي هو اصلا قلبه كبير بحب ايه قلبه كبير اللي ما تعرفت عليه عشان ما تحكي عليه مزبوط لذيذ مبين من سبحان الله في دغري عالم عندها فايبس المكتوب بينعرف من 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 اللي بعته من اللي بعته ايوه شايفه اكلته طب ليك اذا واحد بده يعملهم صغار في يعملهم صغار ما هيك فينا نعمل صغار بنقطعهم بالمقطع نرق العجينه مثل ما رقيناها بالشوبات بنقطعها بالمقطع نحطهم بالصينيه ونشتغل فيها مثل ما بدنا اوكي هلا هون على الصحن هلا هودي لك حبيبي هودي لك بشرفك دلع دلع انا انا فرقون وانت عمول سليم انا بعمل حرب وانت عمول سليم ما في خلينا ندلعها شوي صغيره شوف ما لها شيء حبيت الموضوع يلا. انا هون ما حبيت الموضوع ولا حبيت الموضوع اوكي بارميزون يلا حتى ايش البارميزون يلا بارميزون ثانيه وحده بتكون عندنا يلا ها طيب حسين عندي سؤال تفضل شوف الخميره اذا كترنيها اوكي لانه في هن بيعملوا العجينه بيعملوها عاليه بقلب البيت اوكي انا عندي دائما بقول انا اذا بدي يعملوا العجينه عاليه شو بنعمل؟ بنحطها اول شيء بالفرن وبعدين بنحط عليها المواد مزبوط هذا الكلام؟ إذا العجينة سميكة سميكة إنه عالية أنا قصدي سميكة أنا بنصح تنخبز نص خبزة بالأول العجينة بالفرن وبتطلع إذا بحط أي مواد لأنه أنت بس تحط عليها تقل ما عاد بتنفخ معنا أو ترفخ معنا بضل قلبها عجينة لكن أوكي لكن فهمنا هيدي نصيحة لأنه كثير عالم بيعملوها مثل بيتزا التاليو بإيطاليا بيعملوها عالي إذا عملتوها عالي حطوها أول شيء العجينة لوحدها بالفرن بعدين بتحطوا عليها المواد يلي بدكم إياها تنخبز نص خبزة بترجع بتعمل نحن هون جاهزين يلا لكن صار عندنا هون هذا الصحن الاول الصحن الاول انت هلا امنت على حالك الصحن الاول الباذنجان مع البندوره مع الموتزاريلا طلع اول شيء خلينا هون نكون مع مين مع حسين التفزغيري عم يعمل هذا الكاس اللي عملناها اوكي لك هلا الكاس كيف معلش ما في مشكله فرطت بس عملنا اثنين قبل شوي شافونا المشاهدين تركها تركها شوي صغيره ها طلع شو حلو يا حسين اوكي هلا شو بدنا نعمل بدنا ننطر نحن هلا شوي صغيره طلعي كيف ننطر شوي صغيره نعمل بهالطريقه هيك واو لازم تسقع معلش تسقع بس انه يعني فهموا هن الموضوع اوكي, أوكي. انه نحن اول شيء بنسخنها بعدين بنعملها صح اوكي شو بدي اقول شو عندك بعد بدك تقوله هيدي البيتزا العجينه سهله لا هيدي البيتزا ما حدا يقرب عليها ما حدا حيقرب بالنسبه للبيتزا العجينه حكينا عنها وشافوا المقادير على الشاشه بالنسبه لانواع فينا اي نوع فينا نعمله بالبيت بنعمل شو ما بيخطر بالنا فينا نعمله بالبيت مع جوت تشيز مع تركي مع مورتاديلا مع انا بقول وحده وانت بتقولي وحده يلا قد ما بيتزايات قد ما مورتاديلا بيستو حبش شو اسمه ديك رومي هو حبش بدنا نفس شو فيني عم نتنافس حتى الشوكولا وبنان وموز وكيوي والقصص كلها هيك وشوكوبان حتى في شغله في شغله كمان شفها الموتزاريلا تبع البيتزا حط على العجينه وحط عليها شوكليت 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 بلاك دارك شوكليت الشقف هيك او شوكولا بلوم وكبها بالفرن اكيد مش كبها يعني بتطلع كثير طيب الشوكولا مع الموتزاريلا انا معك كثير طيبه كثير طيبه والباذنجانات كمان فيكم تعملوا كوسه مشوي محلها نعم صح الباذنجان لو بقي عندنا شوي كنا عملنا لهم بارميجانا اوكي على كل حال انا حسين انا بشكرك
بس كثير على الحلقه الحلوه وعلى المعلومات الحلوه. بس بحب اخبركم انه شو صار. هي خبرنا هي بلكو ياي صحنه جاهز. اه شفت صحنك. اوكي على كل حال انا مع السلامه بس رح اتشك عليكي واتهمك بالسرقه. كون اكلت ما في مشكله. على كل حال يعني يعطيكم العافيه. ثانك يو لك شيف على الاكلات الطيبين. طبعا ثانك يو لك على طول. اما هلا رح نختم. ان شاء الله تكون انبسطتوا. بليز ما تنسوا انكم تبعتوا لنا فيديو تقولوا لنا انا اخترت السلام فيه على مواقع التواصل الخاصه فينا. باي. بنشوفكم بكره. انا بشوفكم الجمعه. There's a place in your heart and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.